خلينا اروح بقى طبعا لفؤاد. فؤاد انت طبعا النهارده في وسط الموسم معاك كان عندك يعني تغير في الحياه، ان انت النهارده كنت بيت باباك ومامتك، ليك مواعيد اكلك شربك، فجاه ارتبطت، فجاه اتجوزت، نقلت البيت تاني. اي لعيب بيحصل له هزه، نومتك بتتغير، نظام اكلك حتى بتتغير، نظام حياتك بتتغير، اتغلبت على ده ازاي بحيث انه ما ياثرش على الملعب؟ والله يعني هو بعد ما الواحد خلاص اتجوز وكده الموضوع بقى اسهل شويه، لان الدنيا فعلا بقت منظمه اكتر، لان خلاص يعني انت معاك حد يعتبر مركز معاك انت دلوقتي، اللي هو انت في اكل في ميعاد، هو لسه برضه في اول فتره، فالدنيا بتبقى يعني يعتبر احسن ايه فتره ده بتاع كلام بتاع تهديد. بس يعني واحنا كنا كذا حد برضه بيتجوز، يعني كان في فياض وعبد الستار وفي ان شاء الله حسن ايه جاي، فكنا احنا كذا حد بيتجوز، ف يعني لا يعني انا شايف ان الموضوع بقى احسن، الواحد بقى بينزل في ميعاد الحاجات دي كلها. انا بس كانت مشكلتي ان انا بعدت عن النادي شويه، فالمشوار كان انت سكنت فين بقى بعد ما اتجوزت؟ في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر ما مش بعيد قوي يعني. يعني هو ايه قريب من الاستوديو، بس بعيد عن الاستوديو. ممكن اجي لك؟ لا بس ما انت ممكن تطلع على طول، بس انا بحسبها يعني ايه من الاستوديو، بس انا يا اما ننقل بقى التمرين هنا يا اما ايه يبقى انت تدير البقى سكنك. يعني بس ده كابتن وليد اهو يعني شويه في زي بقى اهلي زي شويه يحصل ان شاء الله طبعا في حمام سباحه. طيب الموسم بقى كان صعب ازاي؟ يعني الكباتن قالوا انه ان احنا ناكد فوزنا، ده رقم واحد. رقم اثنين انه كان عندنا اصابات كثيره جدا. رقم ثلاثه ان النهارده انت كل الفرق بتقوي نفسها قصادك، ما انت توصل القمه بيبقى سهل، بتلاقي تيار في وشك بقى شديد، لان الكل عايز يكسب الاهلي، الاهلي البطل، يبقى لازم اوقع الاهلي، مش الاهلي كاهلي، الاهلي كبطل. الاهلي كبطل طبعا. طيب ده يعني شايف السنه دي، ده دي كانت الصعوبه، طب السنه الجايه ما هيبقى نفس الصعوبه موجوده؟ واحنا السنه دي كان عندنا تحدي ان احنا كنا نحافظ على مكسب السيزون اللي فات، فاحنا كنا يعني اخذنا دوري وكاس السنه اللي فاتت، فنزلنا السنه دي بدانا ببطوله البيتش ووتر بولو والحمد لله كسبناها. بعد كده دخلنا في الدوري، فكان التارجت بتاعنا ان احنا ناخد يعني اتنين ايه دوري ورا بعض، ده كان هيبقى يعني تارجت طبعا مهم جدا لينا. صحيح. والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكرمنا وقدرنا نعمل كده، وختمنا سيزون بالكاس تاني، فاحنا كده معانا كل الايه بطولات اللي كانت ممكن تتاخد في اخر بس كانت سنة في فتره كبيره بين الدوري والكاس برضو، دي حاجه تزهق. يعني مش عارف، يعني مش هقدر اتكلم في الايه الموضوع ده الصراحه، بس احنا بنتمرن كتير كتير قوي. يعني احنا فعلا احنا عندنا مشكله، عندنا ايه مشكله؟ يا اما ماتشات كتيره يا بطولات كتير، انما 3 4 شهور ما بين الدوري والكاس، طب انا هزهق يا جماعه. ما هي دي الايه المشكله اللي في اللي هي دايما بتبقى معانا، يعني احنا دايما بنقعد نتمرن كتير وفي الاخر بنلعب ماتشات قليله، فالموضوع شويه. انا يعني مش هكذب عليك، طبعا احنا بنيجي في نص السيزون في ناس بتزهق، في ناس بتبقى خلاص يعني تعبت. بيست اوف 7 بيست اوف 3 يعني حاجه زي الام بي اي وزي الحاجات اللي بره، بس خاصه ان عدد الفرق بتنافس قليله، فطول الدوري نعمل بيست اوف 3. بس احنا بنتغلب على ده ان احنا دايما بنحاول نجدد مع بعض، يعني احنا دايما بنحاول نعمل بطولات مصغره بيننا كده في النادي. زي ما يعني محمد قال لك واحمد برضو، احنا يعني 3 فرق اصلا في النادي، يعني احنا 7 و7 و7، فاحنا دايما بنقعد نلعب كده سوا، نلعب بطولات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها مع بعض. ثلاث فرق مع بعض بالظبط. واحنا بطولة. يعني عندنا ميزه ان احنا الايه يعني دي حاجه بوند بينا يعني جامده، ان احنا كلنا روحنا حلو. هي دي اللي انا حاسسها ما شاء الله عليها، كله بجد من اكتر الفرق اللي جت هزار وضحك وحابين بعض كلكم، يعني من اول كابتن الفرقه لاصغر حد، يعني ما فيش حد صغير بيدخل معانا في الفرقه ما يعني ما بيدخل معانا في يوم. طب انت لو في الملعب من فرقه تانية حصل تاتش ما بين لعيب منا ولعيب مع فرقه تانية، وبيحصل في ووتر بولو كتير على فكره، كتير كتير قوي خناقات الووتر بولو بعد الماتشات دي. لا ما اقولكش. طب انت ما اقولكش على اللي بيحصل، كله عارف بيحصل ايه، خلاص ضلمه، مفيش حد يقدر علينا، الفرقه بتقبل، محدش يقدر عليك. لا محدش يقدر علينا، تلاش معاك الناس هنا كلها زي الفل. ما شاء الله، الله اكبر عليكم.